أعلن معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة عن عزم المحافظة إطلاق فعاليات أسبوع المنامة لريادة الأعمال في نسخته الثالثة بالشراكة مع صندوق العمل تمكين والبنك الأهلي المتحد إلى جانب رعاية 15 جهة حكومية وخاصة. وقال معالي خلال مؤتمر صحفي إن إقامة هذا الحدث للعام الثالث على التوالي يترجم جهود المحافظة في استدامة مشاريعها التي تتميز بديموميتها لكونها تلبي احتياجات فئة الشباب وتعبر عن وجودهم الفعلي، حيث تضع المحافظة في الحسبان حين تنفيذ تلك المبادرات مراعاة انطلاقها من التحليل الدقيق للوضع الراهن والاتجاهات المستقبلية. فمع النسختين الأولى والثانية التي أقيمت سابقا استطاعت المحافظة تقييم ثم تقويم أثر الحدث بالتعاون مع القطاعات المعنية. وأشار الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة إلى أن عدد المشاركين في النسخة الأولى وصل إلى 2000 مشارك و5000 مشارك في النسخة الثانية، في تطلع إلى عدد أكبر في النسخة القادمة لتأثير ذلك المباشر والإيجابي في مسيرة المسؤولية المجتمعية التي تشهدها محافظة العاصمة، انطلاقا من رؤية المحافظة التي تنص على محافظة رائدة ومتميزة في خدمة المواطنين والمقيمين من أجل حياة أفضل وتنمية مستدامة. طبعا احنا في محافظة العاصمة دائما نسعى للاهتمام بفئة الشباب لأنهم عماد المستقبل. لا شك أن الشباب يعني جدا مهم احتضانهم وتوفير لهم البرامج اللي تسقل مواهبهم وتجعلهم ناجحين في حياتهم. وأسبوع المنامة لرواد الأعمال هو أسبوع يعني يعنى بريادة الأعمال، وهو فرصة لتدريب الشباب. الحمد لله نجحنا في السابق في تدريب ما يعادل 7000 بحريني، ونتمنى ان في هذا الاسبوع ان نتطور اكثر. عندنا تقريبا 14 ورشه عمل، عندنا 30 متحدث من دول مختلفه، كلها فرصه للشباب، واحنا نقدمها في باقه جميله للشباب مجانا. كل اللي عليهم انه يدخلون manameweek.com ويسجل ويشوف الورشه العمل اللي تناسب ميوله، ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. والسنة احنا سعيدين أن هناك دعم من بنك الأهلي وأيضا تمكين، وتمكين أيضا كشريك استراتيجي يقدم دعم لجميع القطاعات، وهذه فرصة للشباب للاستفادة والاختلاط بالأفكار والتجارب والاستفادة منها، وأن يبتدون نشجعهم أن يبتدون مشاريعهم، لأن فعلا القطاع الأعمال الآن جدا واعد ويستحق الاهتمام.